درهم صرف في بلاصه هذا ادخونا هذا، قال لك واش ممكن ب 100 درهم نضرب الصرف في البلاصه نضرب يعني يبدا ب 100 درهم ويضرب الصرف في نفس النهار. خونا هي ما يمكنش ل 99% ديال الناس، ولكن انا غنقول لك هادي نديرها، ولا قدرتي ديرها كي لادي ديرها واحد داك الواحد في المئة. اشنو غادي ندير؟ غادي نحل السطور، غادي نمشي نقلب على السلعه، غادي نلقاها عند خونا، غادي نلقى السلعه عنده انا اللي دويت عليه، غادي نطلق بديك 100 درهم غير الاتس كي تباع، غادي نمشي نهزها عند داك خونا، غادي نمشي ليفريها، غادي ناخذها من عنده فابور، غادي نقولها كارا كارت ناسيونال اراها ليا، غادي نمشي نوصلها لداك خونا، غادي ناخذ معندو، غادي ندير الاتس في نفس المدينه كما داك الصات اللي دويت عليه قبيل، كندير الاتس في كازا. غادي نمشي غادي نقاد السطور، غادي نطلق ايو كان كتقاد السطور فابور دولار باش تفيريفي دير الفيريفيكاسيون دولار، مشات لي 10 درهم بقى عندي 90 درهم، المبيعات غادي نجيبها ب 50 درهم واخا طرت حتى هي 70 درهم 90 درهم كاين فوق 90 درهم 90 درهم جبت المبيعات ب 90 درهم، المبيعات 90 درهم قول جبت جوج ب 90 درهم، علاش وحده واصله وحده لا، وحده جيتي تفلا واخا راه كاين كيفاش تفلتري اللي تيتفلاو، حيد لي زادمين زيد فلاج، حيد لي زادمين تلي باج، حيد الناس اللي عندهم فيسبوك، حيد الناس اللي كيصرفوا في فيسبوك، طلع لاج شويه، طلع لاج، طلع لاج نيت، فهمتي يعني بلا ما تقدم هذوك 25 عام اللي تحت، طلع لك الا طلعتي كاع 31 عام اللي فوق بغيتي تفيريفي اوردر 31 عام اللي فوق، اتصل به والمدينه تاركيتي هذيك لا ريجون، دوك لي ريجون اللي فيهم الناس سيريو، الناس صحاب الفلوس والناس سيريو، غادي تتصل بها السلام عليكم صانع واحد ساعتين غادي نجي نليفري لك، غادي نمشي اخويا نجيب البرودوي، غنتصل به ونمشي نليفري عليه وناخذ الفلوس ونرجع نخلص خونا من البرودوي والباقي هو ديالي ونقص فلوس الادز هو هو ديالي وبدايه. هادشي ممكن ديرو في النهار ممكن ساهل، جاتك المبيعه في نفس المدينه في نفس المدينه، ولد الخميسات غنطلق الادز في الخميسات، ولد مراكش غنطلق الادز في مراكش في الاحياء الراقيه، غادي تكون ولد الرباط غنطلق الادز في الرباط بلا ما نقول لك الاحياء الراقيه وبلا ما نقول لك اسماء الاحياء الغير راقيه، كاع الناس راه ما كاينش هانشي شي خونا تنكون غادي تطيح تقول لي مالا عندو الطوموبيله محرش كتقول لي وكراه هو يعني، المهم غادي تطاركيت الاحياء الراقيه صافي يجيك الاوردر غادي تتصل بها السلام عليكم كومونديتي كذا 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 يا سيدي عندنا واحد الوفر ديال خديتي جوج ثلاثه فابور يقدر يقول لك اي يقدر يكون لا، المينيموم خاطر تكون عيان في الهضره في السيلز في الكومونيكاسيون 12% ديال الناس تيقول لك غتمشي تجري تاخذ ديك السلعه غتمشي توصلها لك تجري وتخلي لاكارت ناسيونال ديالك داك خونا اللي شريتي من عنده بيان سور راه فهمتي وجهك الاقناع اقناعتي لعب دور ملي تقول لي خونا الله يحفظك هاد السلعه هادي الله يرحمك الوالدين هاك خلي لك لاكارت ناسيونال نفترض انت ما عندك لا شيك لا والو هاك خلي لك لاكارت ناسيونال ما كان عندك الشيك يضرب معاك هاك خلي لك لاكارت ناسيونال اجي تاخذ ديك السلعه تمشي تضرب بها بالموتور توصلها لخونا تشد الفلوس ترجع تخلص مول البرودوي تاخذ لاكارت ناسيونال ديالك تكل على الله لدارك. ولكن هادشي الناس اللي كتخدم، اما داكشي ديال انا بغيت شي حاجه من ورا البيسي وانا ناعس الفلوس داخله خويا اسمح لي انا ما درتهاش دونك ما يمكنش نقول لك انت كيفاش ديرها انا ما درتهاش. انت كتقلب على الناس ديال يقول لك اجي انفيستي اجي منصه ديال التريدين كدا يدولك رزقك اجي تقلب واكثريتهم تيجيو، ولكن المضافكرز حتى كتدربيهم حتى كتدربيهم عاد تيسمع وخويا السيم وسمعت داك الفيديو اللي دويتي فيه على الفوركس ولكن قلت ندخل تداولي 2000 درهم ديالي عاد تيقتو. مبروك اخونا مبروك نباركو لك، ولا جيتي تقولها لي دابا زعما انا شنو غادي نستافد؟ حنا حضرناك الاخ حضرناك قلنا لك وياك من التريدينغ وياك مش واحد يقول لك دير فلوس من الفوركس هذاك الشرع ما منوش فهمتي ما منوش، و 99.99 ديال الناس اللي دخلوا داكشي ما داروا والو وما جا يديروا والو ومشى لهم رزقهم، وسيرتو داكشي اللي كيتطوج ليه في الاشهارات ما كيديروش منه الناس الفلوس. راه الاخ ها انت مثلا حنا الهضره اللي كنقولوا راه تيقول لك شد بنادم من فمه، كنقول لك اكثر من 2000 واحد فيو كان ضرب اكثر من مليون ديال الدرهم، راه كاينين عندنا بسمياتهم بكلشي والناس خدامه والناس كتشيفري ومعروف شحال ديال الشيفر كيدوز عندنا ومعروف يو كان شنو كدير ومعروف والناس خدامه وكندوي على العامر، ولا درنا ايفينمون نعمرو قاعه كبيره بالناس ديال اللي تيشيفري وفيوكا، ولكن هاد الشركات اللي كيروجوا لهم جمع ليا غير 10 في قاعه قول لي هادو كيشيفريو داروا اكثر من مليون ديال الدرهم، ما كاينش حتى واحد
كاين واحد هو اللي كيروج لداكشي كيدير الفلوس صافي هو الوحيد. ملي كنقول الوحيد يعني اشخاص متعدده كيروجوا للمنصات هما الوحيدين اللي كيديروا الفلوس من هادشي. راه ما كاينش ما جيش دير الفلوس ما عاد لك انت كتروج للتريدينغ بحالهم. اش كيديروا هما؟ كيروجوا للتريدينغ. بغيتي دير الفلوس روج للتريدينغ سهله الاخوان. هذا راه باش ما نمشوش عاوتاني في الهضره الخاويه كنقول لكم انا راه ما كنكلاشيش وكبرت على الكلاش صافي راه 33 عام راه جرفت صاحبي. نجي تقول لك هذا واش اعتبرو كلاش ولا ما تعتبروش كلاش والاخر واش انا وانا كنت باغي الكلاش صافي واش بقى نجي جد ديال الكلاش صافي راه حنا شرفنا صافي 33 عام راه الحيتي طاح. انا كننصحك الا بغيتي تطاط راه ما كيديروش الناس الفلوس بالتريدينغ راه هذاكش اللي كيتروجوه كيديروا الفلوس بالترويج ديالو. الله يرحمك الوالد راه يجي يدوا لك رزقك و2000 درهم المشكله كتلقاه مشى تسلف 2000 درهم وكذا ومشات لي. راه 2000 درهم راه تبدا بها الايكوميرس وتبدا بها واحد البدايه مستقيمه بيان سور اللي بديتي بالجد ديالك يعني كتبدل المجهود ماشي المربع ما كاينش التربيه. تمشي تشري سلعه وتبدا وتجد لها الاس وانت كتفهم التجاره وغادي شويه بشويه غادي تمشي مزيان تمشي مزيان. ولكن هادشي ديال انا مخبع من ورا البي سي وكذا راه ما كاينش الاخ. ودوك الناس اللي كيروجوا داكشي راه هما اللي كيديروا الفلوس تينصبوا عليكم من الاخر. ما قلتش شي كلمه بغيتني انا ما عنديش مع دوك الكلمات شويه في هذه المواقف تيكونوا ماضيين وانما راه هادشي اللي كاين فهمتي تينصبوا عليكم. ماشي تقول لي كلاشي شي شخص كذا راه ما عنديش مشكله انا مع حتى شي شخص الله يسهل الجميع وبالعكس الله يوفقهم لان انت حمار. انت بغيتي انا كلاشيتك انت اللي كتفرج فيا وحطيتي فلوس كلاشيتك انت ما كلاشي دوك خوتنا سمارت كيديروا الفلوس على حقاش انت طماع وكذاب. الطماع كيقروا الكذاب ودوك خوتنا كذابه. انت طماع باغي دير الفلوس انت ناس انت لا مراه انت 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 واعي انت ذكي علينا حنا اللي كنوضوا مع الصباح نضربوا جماعه. دونك انت طماع وهما كذاب والكذاب كيقروا الطماع. وانا نجي نقول لهم هما بحال هكا ولا مشات لك اخويا انت 2000 درهم سير اخواتي بهم. بليس حاجه اخرى حاجه اخرى الصديق ديالنا امين فتحي قال لكم راه ممكن تدعيو هاد الناس اللي كيروجوا لهاد الشيء ومشى لكم رزقكم وكذا. ما كاينش الرجال اما كون مشيتو دعيتوهم غتردوا رزقكم. ولكن للاسف الناس عندنا في البلاد خوافه وراه اللي مشي لك شي حاجه راه شوف هذيك الهضره ديالها ما عند القانون مين يدير لك راه هضره خاويه. انا كنعرف شحال من واحد دار شي حاجه بسيطه مشى معايا بسيط شي حاجه بسيط فهمتي شي حاجه اللي باع سلعه ماشي هي هذيك كذا تيبيع سلعه وتيصيفط سلعه مشى للحبس فهمتي. هادي حوايج بساط اللي تجيوك انت بساطي فهمتي. مشات لي سميت واحد الهيئه هنايا في المغرب المهم ديال مراقبه المنتجات طا 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 تتلقاه باع براند ديال الريحه معروفه ومشى هو صيفط وحده مزوره ومولا جدها ما فيهاش تحت الريحه مشى للحبس ساهله فهمتي ساهله. علاش؟ لأن خونا اللي وصل البرودوي راجل هادي بسهولة نترجم عليك. خونا اللي وصل البرودوي اللي شراه راجل ماشي جدو دار ليها هكا ويقول والله ينعل النصاب اللي ولد هوب كثروا النصابة في الانترنت. هادي هضرة خاوية هادي سير تعشى بها ولا سير كولها ما تعاودهاش لنا. كثروا النصابة في الانترنت صاد سير عند البوليس دير بها محضر وشوف واش ما هادشي يجي كيزاوك. كاين الناس اللي مشاو ولاد ما عرفتش واش خاصني نرجع للديزيمان الى طلع لي سميتو مراقبه حمايه المستهلك ومراقبه السوق والجوده. هاد المكتب هذا مشاو ليه مشاو معلم على القضيه فهمتي زيد هذا زائد واحد المحضر عند البوليس وشوف خونا واش ما يمشيش ها هو فهمتي سير اخونا. ولكن راه بتقول لي ما كاينش القانون تيبيعو غير مزور. انت ماشي راجل ومع كامل الاحترام سمحوا لي يا الشباب جاك المزور ياك السلعه ما راضيش عليها ما عجباتكش مزيان اخونا بدا اجراءات قانونيه قليل كيديرهاك ما عرفتي غير تشكى في البلاد هادي وما داروش وما فعلوش وما دار شكون اللي جاي يجي يتشكى باش تبدل الامور. انت ما بغيتيش تشكى اش كتعاود لنا حنايا سير ما تبقاش تعاود لنا الهضره هادي في الجروب سير سميتو سير صاحبي عوده سير خدمه صاحبي ولا سكت سير دير اجراءات قانونيه تبقى تعصبوا فيا صاحبي. شوف امور بسيطه خصك تمشي دير الاجراءات ديالك القانونيه ما كاينش اللي غادي ينصب عليك ما كاينش اللي غادي يدي لك رزقك.
انا واحد النهار راكبه الاخوان في التران عادي، الناس كامله كتشكى في التران، الناس كامله كتشكى في التران، واه ما داروش لنا كليماتيزير، حرام خلصين الفيرست كلاس، حرام خلصين اش كيسميوها، المهم عطاوها الفيرست كلاس ما تجوش على كلمتي الفيرست كلاس ما عرفتش، المهم ديك الدرجه الاولى حرام خلصين الفيرست كلاس، قلت لي كون تيسموها بيزنس كلاس لا تيسموها فيرست كلاس، واه حرام خلصين الفيرست كلاس في التران وما تلقيش لنا كليماتيزير، وبنادم هاكا تيقطر بالعرق، بنادم لابس كوستيم عرقان ديال الموت، وبنادم فهمتي ريحته عطاتش في ذاك التران. وقالت انا ندير بحال هكا، ما انا ما تضررتش صراحه بداك الصاد اللي كان عادي، تمشي نتمشى في كولوار عاد لقيت حليت كاع الباب ديال التران وبقيت مريح تمايا والبرد الداخل انا وشي خوتنا وناشطين، المهم حنا باقيين جون باقيين ابراج ما سوقينش احنا الحياه مستمتعين فيها، المهم انا غادي في التران هذه في حد ذاتها موتها، انا فهمتي شنو يمشي في التران ديك الساعه راه شي حاجه، المهم كنا مستمتعين والناس كتشكى الناس كتشكى الناس كتشكى الناس كتشكى كتشكى كتشكى، واحد لقيتها جيت ورقتي قريتها لقيت فيها مركز الاتصال، صبر نشوف كي لقيت واحد النمره لقيت مكتوب فيها واحد النمره صبر يقدر يلقاوها في السيت ديالهم 22 55، لقيتها مكتوبه في الورقه اتصلت بهم السلام عليكم، بقيت كنتسنى واحد شويه السلام عليكم الله يخليك حنا راه مكلوبين فواحد التران وداك التران راه ما فيهش الكليماتيزور، سمح لنا سيدي خاص الكليماتيزور يكون خدام، لا راه انا راكب في التران انا فوت منه كندوي معاه التران ما فيهش كليماتيزور هادشي اللي خسرت، قلت ليها واخا سيدي انا غادي نشوف وان شاء الله غادي يكون خير، كنشكرك على انك بلغتي، واحد شويه جاي خونا كيبقشش تما في داكشي شي لعيبات الكترونيك ديالو وخدم الكليماتيزور وخدم الكليماتيزور الكليماتيزور خدم، علاش؟ لان كلشي اللي راكب في التران فيه الدواوه، هاكا هذا الشعب كنسميه شعب الدواوه مع كامل الاحترام، فهمتي انا تنقول هادشي باش نشوف شي تغيير في الجيل اللي جاي، اه صاد 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 اه صاد عرقنا اه التران احنا خلصنا الفيزا صاحبي الدويش اصاحبي، واش هاد المجهود ديالك في الجهه الصحيحه؟ انا راه ماشي شي واحد واعر، راه انا غير قلت وانا فاقد الامل اصلا ديك النمره اتصلت بها دي تبدل شي حاجه، ولكن انا نشهد انا اتصلت بها وتبدل، واحد النهار عاوتاني غادي في لوتوروت وكفات لي الطوموبيله، قلت اجي نتصل بهاد خوتنا هادو ونتصل بلاسيورونس وفايقت فيهم الامل، قسما بالله ما كملاش نص ساعه جات عندي لاسيورونس وجاو الناس ديال لوتوروت وقفوا معايا ودووا معايا مزيان وهزوا لي الطوموبيله وداوها لي حتى الكونسيسيونير وما خلصت حتى ريال حتى ريال باش نجي كمل ما خلصت حتى ريال، ولكن كتوجه المجهودات ديالك في الجهه الصحيحه، مابقيتش كنبح مابقيتش كنبح تنقول اللهم انا هذا منكر اش هاد الحماق هذا واش هاد الروينه هادي، الدراري كطيعوا المجهود ديالكم في الشيء الغلط وملي كتجي للشيء الصحيحه واي احق الرب كون دعيتو شي واحد والله اخونا ما والله ما يتفاكوا معاه بالرب ما يتفاكوا معاه، تعاوكش صاحب واش البلاد سايبه هاد الفكره كيروجوه كيروجوه لكم ديال راه ما عندهم ما يديروا وبالرب لا تزقلوك على ضمانتي هادي وبالرب لا تزقلتي انا نضمن لك هادي والله لا تزقلتي، هذاك خونا اللي غشك ونصب عليك والله لا تزقل، ولكن للاسف ما تمشيوش ديروا شي اجراءات قانونيه، انا هاني تنعاودها لك والله يا خونا ودي لك شي واحد ديالك وتثبت انه ودالك ديالك وسيرتو لي كات ديال هادو اللي كيروجوا لهاد اجي دير الفلوس كدا 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 هذا نتوما بزاف عشان تجمعتو ويلي 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 والمشكله جاء من فتحي بغى يجمعكم وبغى سميتو اجي وكدا كاين واحد الكابينه غادي تكلف لكم بالدعوه وراه ما عندهم ما يديروا وراه ما عندهم ما يتسوك تسوك انت اسمح لي انا ما نقولش تكون انت ولكن انا تعرف خوتنا اللي رجال جون برودوي مزور مشى دار دعوه، كاين برودوي وصلك مهرز خاصو تشونجالك، وصلك برودوي مقطع خاصو تشونجالك، وصلك ولكن نفس البرودوي باش يوصلك برودوي مزور ديال براند اللي عندها ليكسكلوزيفيتي معروف شكون اللي كيبيعها وصلك مزور والله لا تزقل بالرب لا تزقل باش نفاري معاك انايا، ولكن الخوت ما كديروش الاجراءات القانونيه والمهم ندوزو الخوت الناس كدوي بزاف الناس كدوي بزاف.